السلام عليكم. انا السيده اللي كتعاود لكم المشكل ديالي انا وراجلي ديال الطلاق. دابا وقع عندي مشكل اخر كثار من هذاك، ما كتهضرنا عليه ما كتعاد نقول له مرات السيد تيتهم ولدي بغادي يموت وولدي ما كاينش، ولدي كان في مراكش هاي لقيت ولدي فاش كان في مراكش هاي. هادو كاينين ثلاثه الكاميرات وانا اللي قلتها للبوليس، انا اللي قلت لهم سيروا شوفوا الكاميرات تاكدوا بان ولدي راه ماشي ولدي اللي ضرب. هي حكوا طلعوا للدار مشاو عند الجيران سقسوا الجيران كلهم، دخلوا عند الجيران دخلوا عند الجيران هي هذيك، ملي دخلوا عند الجيران طلعوني انا داروني وسط منهم قالوا لي فين هما حوايج ولدك، وريتهم الماريو ديال ولدي جبدوا الحوايج شتوا لي الحوايج هزوا لي السدادر وقفوا لي السدادر قلبوا لي الدار كلها قلبوا لي كل شيء ثامن عليا. هز الجاكيطه من الماريو ديال ولدي دارت تحت بيطانو نوال نوال دارت تحت بيطانو هي هذيك خرج خرج من المراه قلب لي السبرديله ديالو هز السبرديله حرقت ولدي في مراه السبرديله ما كاينش هي هذيك اللي يقول لي اري اختي ديري معنا ابي فيديو لولدك نشوف هذا ولدك هي هذيك درت معاهم ابي فيديو ولدك مره مشيتي بنتي عندهم قلت لهم ها ولدي ها واجبتو ليكم دخلنا كان ولدي غادي يقلبوا واحد السيد كان يهضر معاه واحد السيد ويقول لي واحد قال لي لا هذا السيد ديال فلاني من العشرة وانا جالسة حتى انا غادي عاودت العشية وانا مريضة فيا السكر ما عطاوني دواء ما شربت لا ما لا ما لا حتى حاجة لا الكوميسار في الكوميسار اللي تيتبع الاقوال ديال ولدي ولا تيقول لي كوميسارية البروميان كوميساريه البروميان هما ديال دب قناوه هي ديك قال لهم هذاك البوليسات السيده ماكم جبتوها لا جايبينا معاكم ما دايره والو لا جايبينها قال لي شكون جابك انت قلت له خويا راه هما اللي جابوني صحاب البروميان هما اللي جابوني هما اللي قال لي ولدي غادي نمشي ندلو ما داير لا بنتي لا برجلي ولدي غادي نمشي ندلو ما داير لا بنتي لا برجلي وقفوا معايا وقفنا على السلعه قال لي خويا الجلسه حتى فيك 150 يوم 151 يوم ودا عند قاضي التحقيق وقاضي التحقيق قال لي 150 يوم راه مستدين قال لي هو واقف على رجلي جات دار على رجلي وقف على رجلي وكتب الرساله وقف معايا السي الحموشي في محمد السادس وقف معايا والناس كلهم العالم كله وقف معايا ولدي غادي باري ما دير ولدي حتى حاجه ما دير. السلام عليكم. انا السيده اللي كتعاود لكم المشكل ديالي انا وراجلي ديال الطلاق. دابا وقع عندي مشكل اخر كثار من هذاك، ما كتهضرنا عليه ما كتعلم عليه. راجلي مع شكون اللي ضربو الوجهو عيط ليا قال لي ولدك غادي يموت يا خديجه ولدك غادي يموت. خرجت شديت الطاكسي جيت تنجري عندو للدار لقيتو مضروب في وجهو، ختو تتقول لي ولدك كيموت هو تيقول لي ولدك غادي يموت، خواتاتو كلهم داروا عليا هي هذيك بقيت تنبكي. مشيت للكوميساريه مشيت للكوميساريه تنقول لهم راه السيد تيتهم ولدي بغادي يموت وولدي ما كاينش ولدي كان في مراكش هاي لقيت ولدي فاش كان في مراكش هاي لقيت اللي كان ولدي في مراكش هاي التوقيت ديالو هي هذيك. ملي مشيت للكوميساريه عاودت لهم اشطرا قلت لهم راه السيد تيقول لي ولدك كيموت وولدي ما كاينش ولدي ما كاينش. هي هذيك الكوميسير قال لي جلسي لا لا تسنيت نبلاتي شويه جلس. هي هذيك خرج جا وراني واحد التصويره ديال واحد الدري لابس تريكو صفر وغليظ وبيض قال لي واش هذا ولدك قلت لي ماشي هذا هو ولدي وريته التصويره ديال ولدي. كاينين فيها ثلاثه الكاميرات كاينين كاينه وحده ديال مول الزريعه وحده ديال كارديان مول الطوموبيل وحده ديال مول الساندويش. هادو كاينين ثلاثه الكاميرات وانا اللي قلتها للبوليس انا اللي قلت لهم سيروا شوفوا الكاميرات تاكدوا بان ولدي راه ماشي ولدي اللي ضرب. هي هذيك خدا المرسي ديال التليفون قال لي سير لاله لدارك الا كانت شي حاجه راه نعيطوا لك. هي هذيك عيط جاو انا واقفه في الدرب مع العيالات هي هذيك جاو وقفوا هي هذيك انا جايه تابعاهم قال لي اش بغيتي لاله قلت لهم انا هي السيده اللي كنت معاكم اللي كنت عندكم في الكوميساريه ديكلاريت بولدي اللي قلت لكم ما بغا يقتلوا لي ولدي كنت معاهم في الدرب حدا الدار عندي هنا جايين عندي هازي العصي هازين العصي دايرينهم في يديهم بحال هكايا وجايين مع شي ثمانيه وطلعوا وطلعوني معاهم داروا لي انا الوسط لحقوا طلعوا للدار مشاو عند الجيران سقسوا الجيران كلهم دخلوا عند الجيران دخلوا عند الجيران هي هذيك. ملي دخلوا عند الجيران طلعوني انا داروا لي وسط منهم داروا لي وسط منهم انا طلعوا قلت لها ولدي تنايا بقاو بنتي جالسه قالوا لي فين هما حوايج ولدك وريتهم الماريو ديال ولدي جبدوا الحوايج شتوا لي الحوايج هزوا لي السدادر وقفوا لي السدادر قلبوا لي الدار كلها قلبوا لي كل شيء ثامن عليها. هي هذيك ناض واحد الجاكيطه من الماريو ديال ولدي دارت تحت بيطانو نوال نوال دارت تحت بيطانو هي هذيك خرج خرج من المراح قلب لي السبرديله ديالو هز السبرديله عاوتاني ودارها في شاشيه دارها في شاشيه هي هذيك بقى قال لي ولدك فينا هو فلانه فينا هو ولدك قلت خويا ولدي في مراكش تنقول لكم ولدي في مراكش ولدي في مراكش ولدي راه ما كاينش. هي هذيك ويقول لي اري اختي ديري معنا ابي فيديو لولدك نشوفوا هذا ولدك هي هذيك درت معاهم ابي فيديو ولدي في مراكش قالوا لي عبد الرزاق انت فين قالوا لي قال لهم انا في مراكش قالوا لي وقف تقرب لينا
قرب ليهم بقاو تيهضروا معايا فين كنت قالوا لي في مراكش هضر معايا بنات خالتي هضروا مع اختي كلشي هضروا معاهم الدار قالوا لهم في الدار داروا لهم ابي الفيديو قالوا لهم ديروا لنا ابي الفيديو للدار داروا لهم ابي الفيديو للدار هي ديك قالوا لي ولدي يجي هي هذيك ولدي جا جا ركبت في الكار ركبت في التران هو واختي وتم جاي ما صلوا حتى العشرة الليل ما ضرني الحال انا ما نخدمش انا اللي نديتو بنتي عندهم انا اللي نديتو بنتي عندهم قلت لهم ها ولدي انا جبتو ليكم دخلنا كان ولدي غادي يقلبو واحد السيد كان يهضر معاه واحد السيد ويقول لي واحد قال لي لا هذا السيد ديال فلان شو يعجبكم ما يهضر مع هذا السيد ديال فلان هذا السيد اللي جاي بغا يهضر مع ولدي جاي اصلي هي سكران سكران فمو في ريحة شرب تتكوخ عاد لا يجمع الاقوال ديال ولدي في كوميسارية جاي سكران قال لي اختي اري لاكارت ديالك عطيتو لاكارت ديالي قال لي اري تليفونك خدي تليفوني قال لي واسير جلسي بهذاك البيت هي ديك قال السيد عطاه الكرسي عطاه لي الكرسي بقاو شادوني مجلسيني من العشرة وانا جالسة حتى الربعة وسط العشية وانا مريضة فيا السكر ما عطاوني دواء ما شربت لا ما لا ما لا حتى حاجة شدو ولدي دخلو لواحد البيت وبقات يقول ولدي اعترف قول الصراحة قول الصراحة انا قول الصراحة قول انت اللي درتيها نفصلوها بالفلوس باش ما كان قال لي نفصلوها قال لي ودي انا باش نقول شي حاجة ما كايناش لا الكوميسير في الكوميسير اللي تيشد الاقوال ديال ولدي ولا تيقول لي كوميسير يكتب بروميان كوميسارية البرومية اللي هما داك ديال داب قناوة هي هذاك ولدي تيقول لهم انا ما داير والو انا ما دير حتى حاجة ما عرفت والو انا جبتوني من مراكش انا جيت عندكم ويقول لي قول قول قال لي انت رديتي الكوميسارية كل حمير قال لي قول الصراحة رديتي الكوميسارية قال لي كل حمير رديتيها حمير هي هذاك شدو دار لي لولدي المينوط ودور دور لي الكرسي قال لي وبقى تشوف في الحيط وخلى ولدي تيشوف في الحيط وعمروا اللي داروا وداو اللي قادوا قادوا الامور توصلت الربعة ونص عاد خرجوني انا ولدي اه كانوا شادين ما تقال انا ما دايره والو شادين مجلسيني قالوا لي جلسي تما ما تخرجيش فهاديك اللحظه راه اختي اللي جات عندي مسكينه هي اللي جات لي الماء جات لي الماء قالت لهم خلي ندخل عند السيده تشرب الدواء تشرب الدواء هي هذيك دخلت لي راهي اختي اللي دخلت لي الدواء ودخلت لي كلشي والماء الربع شي حاجه ما واكله لا من العمل حتى حاجه ما واكله حتى الدوله المعارف هي هذيك ركبونا في الطافي الدوله المعارف من دوله المعارف طلعنا هي ديك قال لنا ديك البوليسات السيده ماكم جبتو انا جايبينها معاكم ما دايره والو لا جايبينها قال لي شكون اللي جابك انت قلت له خويا راه هما اللي جابوني صحاب البروميان هما اللي جابوني هما اللي قال لي ياك بيه معانا ويقول لي هاك انا من لاكارت ديالك وها تليفونك قال لي سيري بحالاتك ولدي شدو اعتقلو ما داير ولدي حتى حاجه اعتقلو خافنا حنا ولدك ما دايرش ولدي كان في مراكش عندي الاثباتات عندي هاي عندي الوقت فاش كان ولدي هاي في مراكش عندي الوقت ديال التران عندي اي حاجه عندي تيقرا في البنك ولدي راه تيقرا ماشي تاني الدري داخل تسوق راسو دريش راه هو سول يجي يسول عليه الحومة أي واحد يجي يسول عليه الصلاة والدين ما تيهزش الراس داخل تسوق راسو وقفوا معايا إلا جات على خاطركم ولدي غادي يمشي ندلو ما داير لا بيدي لا برجلي ولدي غادي يمشي ندلو ما داير لا بيدي لا برجلي وقفوا معايا وقف معايا سي العموشي وقف معايا جنة الملك وقفوا معايا ولدي غادي يصيفطوا ليا ولدي داع ليا ولدي خرجوا عليا من قرايتي ولدي دريب ولدي خرجوا عليا على ولدي انا تنطالب بحق ولدي وقفوا مع ولدي غادي باري غادي يصيفط ليا ولدي ما داير حتى حاجه ما داير ولدي حتى حاجه ما داير حتى حاجه ولدي داخل سوق راس جاب لي اخويا جاب سيرتيفيكات نتاع 150 يوم 151 يوم ودا عند قاضي التحقيق وقاضي التحقيق قال لي 150 يوم راه مستديم قال لي هو واقف على رجلي جاتي يهضر على رجلي واقف على رجلي قال لي كيفاش 150 يوم ودا قال لي مولا راكوما قال لي مولا قال لي راه تيقطعوا لي راكوما قال لي بحال هكا قال لي القاضي التحقيق طلب الرساله وقف معايا السي الحموشي ومحمد السادس وقف معايا والناس كلهم العالم كله وقف معايا ولدي غادي باري ما داير ولدي حتى حاجه ما بيدي لا برجلي ولدي ما داير والو عاركم وقفوا معايا ولدي مقبلين ولدي غادي يمشي لي العرس ما داير لا بيدي لا برجلي عايبك الله ما داير لا بيدي لا برجلي الكوميساريه ديال الماكو الكوميساريه ديال الماكو خايبين الرشوه خايبين الفلوس نقولها بصوت عالي خايبين الفلوس خايبين الفلوس حيت سيدي كان يحقق معاه واحد وجا واحد قال لي هذاك ما يحققش معاه تيجي لاخر ولاخر من يجي يجي سكران ما يجي ساحي يجي سكران فمو خايف ريحة الشراب ما يجي ساحي وخايب الفلوس عاطيني الفلوس وهذاك خلى هذا اللي انا واخداه من عائلته بزناز معروف في المدينه القديمه معروف شاد السلطات كلها شاده المدينه القديمه كلها شاده تيحكم عليها هوايا وانا ما عندي حتى واحد عندي الله سي الحموشي وسي محمد السادس هو اللي عندي ما عندي حتى حد انا سيدي ما عندي حتى حد اخويا ما عندي حتى حد